السلام عليكم. إذن هذه الحصة الثانية من سلسلة حساب نهايات الدالة اللوغاريتمية. إذن ليميت ديال جوج إكس زائد ألف إكس عندما يؤول إكس إلى صفر بلس. إذن التعويض المباشر كيعطينا جوج في صفر هي صفر، زائد الألن ديال صفر بلس هي موان لانفيني. إذا الألن ديال صفر بلس نهاية مرجعية كتعطينا موان لانفيني، إذا ناقص لا نهاية. ليميت ديال واحد زائد إكس مربع زائد تلاتة إكس ألن إكس. إذا عندنا هذه نهاية مرجعية، ليميت ديالها في إكس في زيرو بلس كتعطينا زيرو، وعندنا هنا زيرو، بالتالي واحد زائد صفر زائد صفر هي واحد. هنا كنديرو التعليل لأن ليميت ديال إكس ألن إكس زيرو بلس كتعطينا زيرو. ليميت ديال جوج إكس ناقص إكس أس تلاتة ألن إكس، دائما نهاية المرجعية خصني نضبطهم. إذا هنا كيبان لنا واحد النهاية مرجعية في الزيرو. إذا عندنا بشكل عام ليميت ديال إكس أس أن ألن إكس في زيرو بلس كتساوي لنا زيرو موان، بطبيعة الحال أن خصها تكون عدد صحيح طبيعي يخالف الصفر. إذا هذه ستؤول إلى الصفر وإكس ستؤول إلى الصفر، إذا صفر، لأن ليميت ديال إكس أس تلاتة ألن إكس في زيرو بلس هي زيرو. ليميت واحد على إكس ناقص ألن إكس، إذا واحد على إكس يعني واحد على زيرو بلس غتؤول إلى بلس أنفيني، والألن ديال موان لانفيني، والألن ديال زيرو بلس هي موان لانفيني، إذا غتجينا هنا بلس أنفيني ناقص ناقص لا نهاية، إذا هي زائد لا نهاية زائد لا نهاية، أي زائد لا نهاية، لأن ليميت ديال ألن إكس في زيرو بلس هي موان لانفيني، وليميت ديال واحد على إكس في زيرو بلس كيساوي لنا بلس لانفيني. إذا واحد على زيرو بلس يؤول إلى زائد لا نهاية، واحد على زيرو موان يؤول إلى ناقص لا نهاية.